قد يتسبب بأشياء خطيرة قد تنتهي بالموت. وهي تشفط الدم، انظر، تقذف بهذا الفيروس، لأن هذا الفيروس قاتل في حالات خاصة. وطبعا هي تنقل العديد من أنواع الفيروسات والبكتيريا، ومعظمها خطير وقاتل، فليحذر منها من كبار السن ذوي المناعة الضعيفة. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. مرض خطير تسببه هذه البعوضة، فاحذر منه أخي الحبيب. في ظل الحرارة العالية التي تضرب بعض دول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والقبة الحرارية، تنشط كميات هائلة من البعوض في مختلف دول العالم، فتصيب أو تنقل مرض خطير عبارة عن فيروس يدعى حمى الضنك، لأن هذا الفيروس قاتل في حالات خاصة. لذلك ينبغي أن نحذر منه، ولكن يجب أن نفهم آلية عمل هذا الفيروس، وكيف ينتقل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر البعوضة في كتابه ليس كمجرد مثل للمعرفة، وليس ليعرفنا أن هناك بعوضة صغيرة، لا، لنحذر منها. لأن أعراض هذا المرض أخي الحبيب إذا تم اكتشافها في البداية تكون سهلة العلاج، ولكن إذا تفاقمت الأمور قد يؤدي إلى الموت. أول شيء، هذه البعوضة لديها أجهزة معقدة جدا في هذا الحيز الصغير الذي ترى. في هذا الحيز الصغير أو هذه الكتلة الصغيرة مسمى البعوضة، فيها أعقد أجهزة في العالم. لم يعرف العلماء حتى الآن سر القوة الهائلة التدميرية الموجودة في هذه البعوضة. هذه البعوضة أخي الحبيب تمص دم الحيوانات، تعيش في المستنقعات، على الحيوانات، على الطيور إلى آخره. من ضمن الأشياء التي تدخل في دم هذه البعوضة الفيروس الذي نتحدث عنه. هذا الفيروس الحقيقة يعيش في دم البعوضة، وبالتالي البعوضة عندما تأتي لتلدغ إنسان، هي طبعا تلدغه بهدف مص الدم، ترش مادة مخدرة لكي لا يشعر سبحان الله، ثم بسكاكينها الثلاثة تخترق الجلد مباشرة إلى الوعاء الدموي الدقيق، وتبدأ بمص الدم. خلال مص الدم تحقن هذا الفيروس القاتل سبحان الله. دعوني قبل أن نكمل نرى كيف تعمل هذه البعوضة، كيف سخرها الله كسبب من أسباب الموت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: نحن قدرنا بينكم الموت. فالموت مقدر له أسباب، والموت هو نعمة أيها الأحبة. تخيل أن الإنسان لا يموت، تخيل كم سيتراكم البشر ويزاحمون بعضهم بعضا، وستكون الحياة مستحيلة. فالموت نعمة. لذلك قال الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. دعوني أتأمل معكم الدقة المتناهية لهذه البعوضة، كيف تقتل مئات الآلاف سنويا بمثل هذا الفيروس وغيره. طبعا أيها الأحبة، هذه هي البعوضة التي سبحان الله يعني خلقها الله بطريقة عجيبة. انظر معي أخي الحبيب إلى هذا التصميم الإعجازي، انظر طول رجل البعوضة كم، انظر إلى قرون الاستشعار، انظر إلى الأعين هنا في الوسط،
انظر إلى هذا التصميم الذي يشبه الطائرة، يعني سبحان مالك الملك سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمهم هذه البعوضة أخي الحبيب، دعوني أشغل الفيديو. هنا تظهر واضحة، طبعا هذه هي السكاكين، هذه هي السكاكين الثلاثة التي ستحقنها داخل الجلد، وهذا هنا سطح الجلد، طبعا هذا هنا سطح الجلد، ستدخل هذه الإبرة داخل الجلد. انظر معي أخي الحبيب إلى عظمة الخالق، طبعا هذا تصوير 3D فقط لنفهم دقة عمل هذه البعوضة وقدرتها الفائقة سبحان الله. هنا طبعا بدأت بغرز السكين إلى الوعاء الدموي. هنا أيها الأحبة انتبه معي أخي الحبيب، هذه هي السكين طبعا كما نرى، وفي نهايتها فتحة لكي تمتص الدم، ولكن أثناء امتصاص الدم تدخل هذه الفيروسات. هذا طبعا وعاء دموي هنا كما نرى، وعاء دموي، والبعوضة حساسة جدا في اختيار طبيعة الدم وطبيعة الأوعية ونوعية الجلد ودرجة الحرارة، حساسة جدا ولديها مقاييس كثيرة جدا. فهنا تدخل هذه الإبرة وتبدأ بشفط الدم للأعلى. انظر معي أخي الحبيب سبحان الله، وهي تشفط الدم انظر تقذف بهذا الفيروس هنا أو البكتيريا، يعني حسب الـ يعني الـ النوع الذي تحمله. هذا اللون الأصفر هنا لاحظ، تنشر هذا الفيروس في دم المريض، تنشره في دم المصاب سبحان الله. انظر معي هنا سبحان الله كيف تنشر هذا الفيروس. انظر هنا لدينا هنا كمية هائلة، ملايين الفيروسات تبدأ مباشرة بمهاجمة خلايا الدم البيضاء هنا، خلايا المناعية هنا يهاجمها هذا الفيروس ويسخرها لخدمته. يعني هذه الخلية هنا تظن أن هذا الفيروس هنا الصغير باللون الأخضر تظن أنه صديق لها، فيدخل ويعطيها أمرا بدلا من أن تصنع خلايا دم بيضاء أو خلايا عادية، يعني تقوم بصناعة فيروسات جديدة. تخيل، يسخر هذه الخلايا لخدمته سبحان الله. فلذلك هنا سبحان الله، يعني انظر معي وهنا رفعت البعوضة وبدأت هذه البكتيريا، طبعا هنا الصورة لبكتيريا تحقنها هذه البعوضة، وطبعا هي تنقل العديد من أنواع الفيروسات والبكتيريا ومعظمها خطير وقاتل. انظر معي أخي الحبيب هنا إلى هذه، انظر معي هنا كيف تقوم هذه البعوضة من جديد بغرس الإبرة التي تخترق جدران الأوعية الدموية وتمص الدم وكل هذا وأنت لا تشعر، ثم تبث وتنفث هذه السموم التي هي عبارة عن بكتيريا أو فيروسات داخل جسد المريض داخل الأوعية الدموية. وطبعا هنا قبل أن نكمل أخي الحبيب، ما هو الفيروس؟ الفيروس ببساطة هو معلومة، ليس لديه أي قدرات قتالية أو هجومية، حتى إن حجمه صغير جدا
عبارة عن شريط وراثي فقط، لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، صغير جدا ولكن يفهم لغة الخلية سبحان الله، ويتعامل معها ويأمرها بدلا من أن تصنع خلايا جديدة تقوم بتصنيع فيروسات جديدة، فتهاجم الأوعية الدموية وتهاجم الجسم، وبالتالي يعني قد يتسبب بأشياء خطيرة قد تنتهي بالموت. فالإنسان عندما يصاب بحمى الضنك ترتفع درجة الحرارة، صداع شديد في الرأس، آلام في المفاصل والعضلات، تشعر أن جسدك مكسر، طفح جلدي، فقدان للشهية، أحيانا الإنسان يعني غثيان، قيء، انخفاض في ضغط الدم، أعراض كثيرة جدا تحدث بعد الإصابة التي تتم من 4 إلى 7 أيام. طيب، هذه الأشياء فليحذر منها من كبار السن، ذوي المناعة الضعيفة، والأطفال أيضا، لأن الفيروس من السهل أن يتغلب على النظام المناعي ويحدث اضطرابات في هذا النظام المناعي أو الجهاز المناعي. وانخفاض ضغط الدم أيها الأحبة بالإضافة لهجوم هذا الفيروس يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تسرب السوائل وتجمعها أحيانا في البطن أو في أماكن أخرى، يعني أعاذنا الله منكم، بالإضافة لفشل في الكبد أو الكلى أو القلب أو الدماغ إلى آخره. كل هذا أخي الحبيب تسببه حشرة صغيرة جدا لا تكاد ترى. دعوني أتابع معكم أحبتي في الله هذا المقطع، انظروا معي هنا كيف تدخل هذه البكتيريا. طبعا يعني أنا لم أعثر على مقطع فيديو للفيروس هذا الذي نتحدث عنه اليوم، ولكن هذه الصورة التقريبية 3D لما يمكن أن تحدثه البعوضة إذا حقنت بعض أنواع البكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات. النتيجة ذاتها والأعراض تقريبا ذاتها، والنهاية الخطيرة قد تنتهي بالموت. والآن أيها الأحبة نعود لكلام الله تبارك وتعالى. عندما سخر المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر النمل والعنكبوت، هذا في مكة، سورة النمل وسورة العنكبوت والنحل وغير ذلك، سخروا منه. الله عز وجل اختار أضعف مخلوق ظاهريا، طبعا هو مخلوق قوي مدمر يقتل مئات الآلاف سنويا على فكرة، يعني حتى إن بعض العلماء يقولون إن القاتل الأول في العالم هو البعوض. اختار هذه الحشرة الصغيرة ليضرب بها مثلا، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هنا يرد الله عليهم الذين يستهزئون بالقرآن كما نرى اليوم من ملحدين ومشككين، يرد عليهم ويقول: يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا. إن شاء الله نحن نكون من المهتدين بتأمل هذه الحقائق وهذه الآيات. وما يضل به إلا الفاسقين. كيف نتقي شر هذه البعوضة؟ أخي الحبيب، الطب ينصح بعدم التعرض للدغات البعوض، عدم المكوث في الأماكن المفتوحة التي فيها بعوض لفترات طويلة، معالجة أي مشكلة تحدث فورا إلى آخره، يعني هناك احتياطات طبية، هذه طبعا نحن متفقون عليها، ولكن هناك احتياطات أخرى نبوية علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، هي مجانا لا تكلفك شيئا، عبارة عن دعاء فقط. النبي كان إذا نزل بأرض أو
بل كان على ما أعتقد كل يوم يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء كان سيدنا إبراهيم يعوذ سيدنا إسماعيل وإسحاق به، هو تعويذة، هو رقية، يقول أعوذ بكلمات الله التامة وهي القرآن من كل شيطان وهامة. البعوض من الهوام، من الدواب التي تهم على الأرض، ومن كل عين لامة، عين حاسدة يعني. طب إذن هذا الدعاء شمل ما تراه وما لا تراه. بدأ بالشيطان لأنه أخطر الأعداء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ماذا تخسر إذا دعوت هذا الدعاء؟ هو دعاء تحصن نفسك وأولادك به، ولا في أي خسارة، هو استعاذة بالله من شر كل شيطان وهامة. الهامة يمكن أن تكون حشرة أو أفعى، هوام الأرض كثيرة، أو فيروس أو بكتيريا أو أي شيء، أي مرض. ومن كل عين لامة، للأسف العلم الحديث تقريبا ينكر الحسد إلا في دراسة تحدثنا عنها قديما يعني، ولا يهتم بموضوع العين، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من تأثير العين، عين الحاسد يقصد. وآخر سورة قبل آخر سورة، سورة الفلق في القرآن، ومن شر حاسد إذا حسد، وضعها في آخر القرآن، مهمة جدا، ختم بها القرآن سورتين المعوذتان. فإذا أنت لن تخسر شيئا إذا دعوت الله كل يوم 7 مرات بهذا الدعاء، ولا في أي خسارة، وتكسب حسنات، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي مثل القرآن، لأن الله يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نتعلم هذا الدعاء، اللهم إني أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فاستعذت من شر الحاسدين وشر الأمراض بمختلف أنواعها وشر الشيطان. فإذا هذا دعاء يمكن أن تدعو الله به وتستعيذ بالله وتحتمي، أعوذ يعني أحتمي بالله وأطلب الحماية والحفظ من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة لدعاء ثاني أخي الحبيب النبي ذكره لنا أيضا، وأكد أن من يدعو به 3 مرات صباحا لا يضره شيء إن شاء الله حتى يمسي، وهكذا في المساء لا يضره شيء حتى يصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني دعاء بسيط، بسيط بعدد كلماته ولكن ثقيل وعظيم بمعانيه وتأثيره، لأن كلام النبي فيه طاقة شفائية أيها الأحبة، فيه محمل بطاقة نحن لا نراها ولكن لها تأثير يشعر به من يكرر هذا الكلام ويتذوق روعة هذا الكلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فهذا الدعاء تقوله 3 مرات. أيضا الدعاء الثالث أيضا فيه استعاذة بالله، علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. من الذي خلق البعوض؟ الله. إذن أنا أستعيذ بالله من شرها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إنسان قد يضربه نيزك من السماء، تعلمون أن النيازك تسقط سنويا
وتصيب بعض الناس وتقتل بعض الناس، كما حدث في روسيا قبل سنوات ويحدث في كل مكان وفي كل يعني زمان. أحيانا يعني تأتي بالنسبة لمن يعاني من حرب قذيفة من السماء فتقتل إنسان. فعندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ذرأ يعني نشر في الأرض، وبرأ يعني أوجد من العدم، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فهذه الأدعية الثلاثة أخي الحبيب تعلمها، ادعو بها كل يوم لن تخسر شيئا، وثق تماما أن الله قادر أن يحفظك. وإذا أصابك شر إن شاء الله تموت شهيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا عن الوباء أنه من مات صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله عليه مات شهيدا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.